atau doa. Untuk mempersingkat waktu di siang hari ini, yaitu marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semua para alim ulama dan juga para leluhur kita, yaitu almarhum dari Pondok Pesantren Al-Masudi yang selalu tersenyum melihat penerus-penerus generasi bangsa bisa berkiprah mengembangkan agama Islam yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca suratul Fatihah dengan harapan hati yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil qubur minal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila ruhil qubur khususan Bapak Kiai Haji Mas'ud Nasir wa ila ruhil qubur khususan Kiai Haji Dhafir Ali bi barakatil Fatihah. Sini. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sohib. Untuk Bapak Ustaz Sohib, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
الله أكبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما يبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.